ما تعرضت للظلم كان شخصيا، لكن الظلم اني تمت تجربة النظام الجديد اللي هو من 15 عضو مجلس إدارة من كل نادي ممثل. نعم هذا سبب المشاكل اللي دخلت على الاتحاد في فترة السنوات الأخيرة العشرة. ما في اتحاد بالعالم من كل نادي عضو، ما في اتحاد الصيني عدد أعضاء 15، اتحادات دول العالم كلها من 5 أو 6. هذه فرصة ذهبية لهذا الاتحاد أن نظم بهذا النظام اللي وضعناه جديد من 5 أعضاء بالإضافة إلى الوجه النسائي. فمع الأسف لحد الآن لن يستغلوا هذه الفرصة، ونتمنى لهم إن شاء الله أن يستغلون هذا النظام الجديد اللي مفروض يبرزون فيه، ونشوف أي تقدم على مستوى المحلي والمنتخبات إن شاء الله.